هالعهد ايش بدي اخبركم؟ عهد قوي. ايه نعم قوي. خلي الواحد منكم يستاجي يقول العكس. عهد قوي. بعدين مش قوي كيف ما كان، برهن على المرجله. لقيتوا جبران باسيل منه قوي؟ بلا قوي. يخرب بوشته هالببو، شغل البلد كلها، ما خلى حدا من شره، خانق مع الكل. بعد في السيد حسن متخانق معه، بكره بيجي دوره، ما حدا بيثبت من جبران. ايه عهد قوي، شي بلطجي شي طش، على اساس هو الاول بصفه، نجح بالاتصالات، نجح بالكهرباء، نجح بالخارجيه. ايه رح يخرجنا كلنا دكاتره، بتفهموني غلط. ما حدا يقول لي عهد قوي، والهيئه الرئاسه عيني عباله، من هلا فتح معركه الرئاسه. عهد قوي. ايه قوي، قوي بجيشه وشعبه وبعائلته. لهم شعيط الكتيب، ما الواحد بحزب الامان الا بس بيكون محاوط افراد عائلته. جبران بالخارجيه، شامل بالنيابه، روي بالاو تي في، وميراي بالقصر. لك حتى قائد الجيش من العين المالكي. عهد قوي. ايه قوي، عهد التغيير والاصلاح، ما في شيء تغير وكل شيء بده تصليح. بعد ما العهد قوي بلشت القوه تفيض وصاروا كلهم قوية، شفناهم كلهم تشكيل الحكومه، ما حدا بده يتنازل للتاني، حاطين قعارهم بعضهم. العونيين بطلوا يتهدوا يا عيوني، صار بدهم كل الكراسي والطاولات كمان. القوات الاشتراكيه بدهم حصص قدوا اكبر شوي. اما حزب الله متفقين، ما في شيء بيفرقهم بالقياده. المرضى والكتايب ناطرين مين يعطيهم حصتهم، والارمل مثل العادي يمشوا مع العهد القوي. بطل سعد عارف كيف بده يوزع المقاعد، بلش ينجي كراسي جديد. ولك حتى لو دولهم رح يضلوا مختلفين، كل همه يشوف المستقبل، مستقبل لبنان اكيد ومستقبله. ولك حتى النسحين السوريين صار بدهم كراسي بالوزارة. ايه ما صاروا اكثر منا، والخير لقدام. الله ينجينا من الاعظم. عهد قوي وما في اقوى منه. ليكون معيشة، ما بحياتها الاسعار كانت اقوى من هيك. ليكون مي والكهرباء، ما بحياتها ساعات التأمين كانت اقوى من هيك. واحلى من هيك، مين هو كمان؟ اصحاب مولدات الكهرباء صار بدهم يعملوا نقابة. ايه نقابة، تربية الجيش، شركة الكهرباء، مالها ليلة، وزارة الصحة. كان بعد ناقصنا نعمل جراج حداد وبويا بوزارة الداخلية. ايش بدكم بالحكي؟ عهد قوي. والمعلمين شو بدهم المعلمين؟ قال بدهم يتثبتوا. قامت القوى الأمنية ثبتتهم، ايه ثبتتهم على الأرض وشبعتهم الخبيط. طلعوا العسكر عم ينتقموا لأولادهم، على أساس أولادهم عم ياكلوا خبيط من المعلمين. هيدا عهد قوي. عهد صارم، عهد قوي وصارم.